المجهول. ودي برضو يعني كانت ليها، شفت العرضيات يا كابتن، كانت ليها ذكرى ان شاء الله. بص عندك مرونه يا كابتن كانت هايله جدا، بس برضو كان عندك بعض الاهداف اللي بتخش فيك ما كانتش حلوه، كانت برضو متكور العرضيه. بص هي حراسه المرمى انا بكلمك، بص احنا قاعدين لا خد راسي، دي تاريخ مش هنقدر ننكره. حراسه المرمى مذاهب، زي بيقول لك كل شيخ له طريقه. انا كانت طريقتي هي انك اقطع الخطوره او امنع الخطوره بدري او ابعد نقطه من المرمى احسن لي. فانا عندي ال 18 كله بتاعي طبعا يعني كحارس مرمى، يعني قريب من ثلث الملعب ده بتاع الحارس لوحده. طب ليه ما استغلوش؟ فدي كانت دايما وجهه نظري. فانا كنت بحب العب في ال 18، حتى كنت تلاقيني في بعض في احيان كتير العب ليبرو. اوحش جون دخل في كابتن حسين سيد مصر كلها فاكراه، وانت اكيد فاكره. انا كنت قاعد وقعدت اضحك الصراحه. هو ده كان ماتش ده، كان فريق ايه ده كابتن؟ وكان دور الاربعه في ستيشنري النيجيري، كان في بطوله افريقيا ودور الاربعه. ودي كانت طرفه يعني كده. بص بيجي عليك زي ما انت تيجي تضريع، عدم تركيز يا كابتن في الوقت ده ولا لا خالص. بص هقول لك، بس يعني الكلام ده اول مره اقوله. اتفضل كابتن. عارف لما تفكر في ثلاث اربع قرارات بتحصل بعد ما تمسك الكوره؟ يعني انا خلاص، انا حته مسك الكوره دي خلاص، انا تخيلت ان انا مسكت الكوره، فانا بقى عايز العبها لفلان او لفلان ولا فلان. ولا واحده من دول وتقوم مجليه. زي اللعيب اللي بيجي يسند الكوره تقوم عديه من تحت رجله، زي اللي بيضيع ضربه جزاء. برضه اكيد انت مريت بحاجات. لا ده انا هقول لك موقف ليا في ماتش 6-1 هقول لك فيه ده. قول. لا بس انا الموقف الغريب في الجون ده، ان انت اخذت الكره من الجون وعايز تلعب فيها. بص دي كانت يعني حركه، يعني كانت ايه، مجرد ان انا ايه مش عايز يعني، مش هي جون يعني، متفقين ان هي جون، بس انا قلت العب على الحكم بس بقى. عارف لما الموقف نفسه انا كنت بامانه يعني شديده، انا قلت عايز اخد ثانيتين ثلاثه الم فيهم نفسي، لان انا خلاص الجون جه. فالجماهير انت عارف بقى ساعتها هتبقى. وبعدين ده كانت جون التعادل، كنا كسبانين 1-1، وده التعادل بتاعهم 1-1، فالماتش كهرب صح. فعايز الم الايه الدور. وانا بطبيعتي ما كنتش عايز انقل ارتباكي، حتى لو انا مرتبك كحارس مرمى للفرقه بتاعتي. طب لما حطيت الكوره كابتن، حد قال لك حاجه من لا خالص. هي الناس وقت تبص، انا حتى انا عارف انا بعمل ايه. يعني انا عارف انا بعمل ايه، مفيش حاجه اسمها تحط الكوره اللي كوره جول. الحكم وقف 3-4 ثواني، واللعيبه كمان وقفت، حتى الجماهير سكتت شويه كده. هو في ايه اللي بيحصل؟ كل ده في ثواني معدوده. يعني القصه اللي انا بحكي لك في ثواني معدوده. بغض النظر عن هدف، لكن فعلا والله يا كابتن انت كنت بتجيب الكور غريبه برضو من زوايا غريبه. فمعلش ده بيحصل برضو لكل حراس المرمى، عظماء كبار العالم في حراس المرمى. احكي لك انا بقى، انا ماتش 6-1 اتفضل. فطبعا انا نزلت الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني الدنيا كانت مفتوحه شويه، فعايز اجيب جون كفيرود بقى. الدنيا فرصة حلوه طبعا. كان من اول امبارح كانت الذكرى بتاع الماتش يعني. فمحمد عماره امبارح الذكرى. فمحمد عماره بيرفع كويس كابتن، انت عارف. فجات له على شماله وهو شايفني وعينيا في عينيه، وابتدينا طبعا لعيبه نادي الزمالك كانت خلاص بعد الرابع الامور سايبيننا بقى خالص يعني. فانا رايح على الكوره وعماره رافعها لي بالملي، فانا بقى الكوره جايه لي بفكر. انت بتفكر هتجيبها ازاي؟ لا انا بلعب بدماغي كويس. بفكر بقى بعد ما الجون يجي هروح لعماره ولا هروح للجمهور الاهلي الدرجه الثالثه ولا هروح على الدكه. بس وانا بفكر التفكير ده الكوره عدت، ولا واحده من دول عملتها. وما جبتش جول في الماتش ده، وكان يمكن قعدت زعلان جدا 3 ايام يا كابتن والله. فطبعا انا حضرت جزئيه التفكير في كذا حاجه، دي بتضيع طبعا حاجات كتير. لكن وارد كده الاخطاء اللي بينوا عليها ايه الكوميديه دي او الساذجه، خلينا نقول عليها الساذجه دي، ما بتجيش الا من كده. انك بتفكر في حلول كتير من ايه، من كتر ان انت واثق وضامن الكوره، فبتفكر في الخطوه اللي بعدها، فما بتلحقش ولا خطوه. بتحصل، وارد يا كابتن.